نشوفوا حوايج اخرى خصكم تبحثوا شويه باش تعرفوا الحقيقه ديال الامور شنو هي. السيارات الكهربائيه ناجحه نوعا ما، ولكن علاش بالضبط واحد جوج اللي فيهم وزير وواحد خينا واحد اخر طلعوا من منوار بداو هذه الشركه هذه؟ انا كنظن بلي هاد الخبر ديال السيارتين لان كاين جوج نفرقوا بيناتهم كاينه ديك السياره ديال الهيدروجين هذيك ما تركب عليها لا انت لا انا لا هاد لا جينيراسيون اللي كيتفرجوا فينا. علاش حنا كبلاد نربحوا؟ اش نربح راه من الفلوس خرجت هذه انا غادي نربح كون جاب فلوس الطوموبيلات يا كون جاب ثانيا سوق المنافسه واش غتقدر على المنافسه واش غتقدر على داسيا غتقدر على بزاف ديال الحوايج واش غتقدر ولا لا ممكن وتقدر ما تقدرش. اذا شنو هو شنو هو الاستثمار؟ هذا الاستثمار اللي فيه زيرو ريسك ولكن هذا الله يخليكم ما تعتبروش على انه تنقيس من قيمه شي واحد او اللي بغيت نزل منها من قيمه المجهودات اللي كيديروها مغاربه العالم، ولكن بالعكس بغيت نشرح شي حوايج اللي خص الانسان يفهمها وخصكم تفهموها كشعب مغربي. فكل مره كيجيبوا لكم شي حاجه يبينوا هيدر على واحد الزخم اعلامي الا وعرفوا بلي كاينه شي حاجه كتخبى من بعد او اللي غير كيلهيوكم على اساس ان كاين شي حوايج خطر في الدوله كتوقع ما بغاوش يهضروا عليها فكيطلعوا لكم شي حاجه اللي يشغلوكم بها. موضوع الابتكارات ديال السيارات الهيلوم من هذا كله اللي ينهض عليه، السياره الكهربائيه والسياره الهيدروجينيه، رغم ان في الحقيقه خصكم تنتبهوا لواحد المساله مهمه لهاد المشروعين هادو بجوج. مزيان انهم داروهم مغاربه، مزيان انه اسم مغربي، مزيان ان الشباب المغربي يعني بين الصوره للمغرب عبر اختراعات، ولكن راه خصكم تشوفوا حوايج اخرى، خصكم تبحثوا واحد شويه باش تعرفوا الحقيقه ديال الامور شنو هي. السياره الكهربائيه ناجحه نوعا ما، ولكن علاش بالضبط واحد جوج اللي فيهم وزير وواحد خينا واحد اخر طلعوا من منوار بداو هاد الشركه هادي؟ الدعم ديال الدوله طامعين في هادي طامعين في هذا، كاين تدخلات كاين ناس كتعاونهم كاين الاخر، علاش ماشي لعب بحال هادي؟ راه خصها فلوس صحيحه وخصك تكون انت عندك فلوس صحيحه. واصلا ايلون ماسك تيسلا راه ما طلعهاش بوحدو، طلعها بديون فلوس الدوله كذا، راه هو كان مشى لفايت راه قبل ما يدير سبيس اكس راه كان غادي لفايت، ولكن الدوله الامريكيه عاونت في هذه المشاريع حيت عرفتها مشاريع ناجحه. ولكن ناجحه ناجحه للبلاد ولا ناجحه للشخص كشخص؟ هذا هو الفرق اللي كاين بين الميريكان وبيننا حنا. الا كنا غادي نعاودوا نعاونوا ولد فلان وفلان ونعاونوا وزير، هذا الشيء راه ماشي معقول، هذا الشيء راه في ان كونفلي دانتيري. الا غنعاون واحد المخترع واحد الانسان اللي عنده واحد المجموعه من اللي عنده واحد المجموعه من اللي قدرنا نقولوا ابتكارات ونسان ندعموه باش نبينوا الدوله ونبينوا حتى الاقتصاد ديالنا مزيان، ولكن باش ندعموا اشخاص بعينها ونعطيو التمويل لاشخاص بعينها باش ديك اشخاص بعينها تستافد من الضريبه وتستافد بزاف ديال الحوايج وفي التالي الدوله ما تستافد من والو، هذا هو المشكل اللي كاين. فهنا انا فاش واحد المجموعه ديال الفيديوهات ودرت واحد شويه ديال البحوث لقيت بلي السياره الهيدروجينيه كلها مشاكل، لا في الاستثمار ديالها لا في المانيبيلاسيون ديالها، كيقولوا على انها سياره يعني صديقه للبيئه، فرق بينها وبين الاخرى 2%، يعني ما كاينش شي فرق كبير اللي يخليها سياره نظيفه. مساله سياره نظيفه هضره خاويه لا علاقه لها بالواقع. زيد على ذلك خصكم تعرفوا بلي الكيلو ديال الهيدروجين كيسوى 100 دولار هي واحد 800 درهم 800 900 درهم على حسب الصرف ديال الاخر الكيلو، يعني شكون غيسوق هاد الطوموبيل؟ واش عامه الناس؟ ما كنظنش. وباش تنتج داك الكيلو ديال الهيدروجين شحال خصك ديال الماء؟ بحثتوا ولا ما بحثتوش؟ وباش تنتج داك الكيلو ديال الهيدروجين شنو هو البروسيسوس اللي خصك دير باش تنتج داك الكيلو ديال الهيدروجين اللي هو بروسيسوس معقد وخصو تقنيات كبيره وخصو استثمارات كبيره؟ هاد الاستثمارات هذه فاش غتوجد وتوجد داك الكيلو وتقادو لاخر خصك بلايص فين الناس غتبقى تشارجي دوك لي كابسول ديالها، ستاسيون شارج وحده كتكلف 50 مليون يعني مثلا، وما يمكنش دير غير وحده حيت ما كاين بلاصه خصك دير فيها 5-6، حيت الا كانوا 6 طوموبيلات شنو تكون غير وحده، وحده كتشارج وحده والاخرين كيتسناو. 50 مليون البوطو ديال لا روشارج، وشحال خصك من ستاسيون غادي دير؟ حيت الناس راه خصها تتحرك، ما يمكنش بنادم يقلع من كازا للعيون وما يلقاش ستاسيون ولا يلقى جوج ولا ثلاثه، راه كاين اشكاليه كبيره. وثانيا لي ستاسيون الكبار اللي كيعمروا داك الاخر كيكلفوا 500 مليون. هنا الاخوان راه كنهضروا على استثمارات ضخمه، راه ماشي جوج دريال،
راه استثمارات كبيره في المجال. واصلا هاد الاستثمارات اللي كالكول اللي دايرين لها الناس هنايا اللي لقيت قال لك باش ترجع دوك الفلوس خصك بين 3 سنين و 7 سنين. وما شاء الله دابا التكنولوجيا مع التقدم ديال التكنولوجيا من دابا 3 سنين ولا 7 سنين واش غتبقى نفس التكنولوجيا خدامه ولا غيخرج شي عجب اخر؟ يعني تقدر انت بديتي حطيتي استثمارات ديال زباله الفلوس غدا غيخرج لك شي طوموبيل درون اللي كطير ضرب لك ضربات لك كلشي في الزيرو بلا ما يبقى ديماري الطوموبيل ديالو ويطير يمشي للعيون. بقى محتاج لا المازوت لا ليسونس لا الهيدروجين لا الالكتريسيتي. هذا هو الاشكال اللي كاين حيت التكنولوجيا غاديه بواحد السرعه انكرويب. ما عندكش دابا الوقت باش تفكر حقا دير مشاريع لا ديال 15 عام 20 عام صعيب. وهاد الهضره هادي اللي كنقول كاين بزاف ديال الناس غيستغربوا بزاف ديال الناس غادي اتاكي ويقول لك راه كتخربق وكذا. واخا الا كنت انا كنخربق الامريكانيين حتى هما كيخربقوا هاد المشروع ديال السيارات الهيدروجينيه راه ديجا تبروبوزا في ولايه كاليفورنيا وحبسوه بقاو ما خدامش. حنا غنفهموا احسن من الامريكانيين. الامريكان عندهم ناس متخصصين غير كيفكروا ما عندهم حتى حاجه كيفكروا الفلوس اللي عندهم ما عندناش حنا الامكانيات اللي عندهم ما عندناش حنا. واخا هكاك حبسوا هذا المشروع حيت لقاوه ما خدامش مشروع ما يقدوش يزيدوا به القدام. حنا ماذا بينا الشباب الله يسهل عليهم مبادره مزيانه نتمنوا انها تكون الاخر ولكن غير هو الانسان خصو يحسب حساباته باش ما نعطيولهاش داك الزخم اللي كثر منهم بقاو نكبروا وندخموا فيها وندخلوا فيها فلان وفلان وحنا احسن من هادو وحنا احسن من هادو. راه شوف الامور راه تبدلات لاكسي على انفورماسيون ولا باين غلط اللي كدير هادو والاخرى كيخصك انت تستافد منها. وكنتمنى على ان هاد الدراري هادو هاد الشباب هادو حاسبين حسابهم وعارفين اش كيقولوا وعارفين اش كيديروا لان الاستثمار ولا صعيب. ازمات العالميه ما كتبشرش بالخير فلهذا انا غير بغيت نشرح لكم باللي ما تبقاوش اي حاجه نزلات ديما تكبروا منها ونديروا الهايلومان. سيروا قلبوا شويه على المعلومه سيروا استافدوا واحد شويه حيت راه كاين المعلومه دابا ما بقاتش المعلومه مخبعه. وكنتمنوا غير الخير لبلادنا. حنا ما كرهناش حتى حنا الراية المغرب ترفرف في اي بلاصه وكلشي يبدا يهضر علينا وكلشي حتى حنا فين ما دخلنا كلشي يحترمنا وكلشي يقدرنا وكلشي يستقبلنا. غير هو ما خصناش نبقاو ندخو على بعضياتنا ما نضحكوش على بعضياتنا. وكل ما تكون عندنا مشاكل كنطلعوا حاجه اخرى كنشغلوا بها الشعب ونشغلوا بها الامه. وحنا راه عندنا فساد خامج في البلاد عندنا مشاكل كثيره عندنا ناس ما لاقا ما تاكل عندنا بزاف د الحوايج كي مارش با ما غاداش. خصنا نمشيو نقادوها قبل ما نفكروا في السياره الهيدروجينيه قبل ما نفكروا في التي جي في قبل ما نفكروا في بزاف ديال الحوايج. عندنا حوايج اساسيه خصنا نبنيوها اللي اهمها المدرسه ديك السياره الهيدروجينيه ديك المصنع اللي غتوجد لها ديك التقنيه اللي بغيتو خصك ناس قاريين ناس متعلمين نخدم المدرسه هي الاهم وهي الاساس في هذا الشيء كله. انا كنظن باللي هاد الخبر ديال السيارتين يعني كاين جوج فرقوا بيناتهم كاينه ديك السياره ديال الهيدروجين هذيك ما تركب عليها لا انت لا انا لا هاد لا جينيراسيون اللي كيتفرجوا فينا. علاش؟ علاش؟ لانه مزيان نقولوا كاينه طوموبيلات الهيدروجين ولكن انا كنهضر معك دابا كشيميست واحد كيدير الشيمي ماشي حقوق الانسان. هذيك السياره ديال الهيدروجين باش الهيدروجين يولي يصلح لنا كوقود للسياره خصنا نستعملوا الهيدروجين ليكيد ماشي الهيدروجين غازو. الهيدروجين ليكيد باش يتستعمل خصنا نخزنوه. التخزين ديال الهيدروجين ليكيد خصنا الريزيرفوار اللي غنديروه فيه تكون درجه الحراره فيه ناقص 256 درجه اللي ما عندناش ما غتكونش عندنا في المستقبل القريب. يعني هاد الخزانات حنا فاش جبنا لي فاكسان ناقص 20 ما لقيناهاش فما بالك بناقص 256 درجه. كاين الحل الاخر اللي بدا كيتستعمل في بعض الدول هي ليتيليزاسيون ديال الامونياك الان اش تروى الامونياك حتى هو كيستعمل الهيدروجين كيتطلب درجه تخزين اقل ناقص 50 درجه. ولكن هاد ناقص 50 ناقص 250 ناقص 256 بالضبط ما غاديش نحققوها. اذا هادشي ديال الهيدروجين خليه في افتقار حتى تجي وقته. بقات السياره الاخرى ديال نيو موتورز وي مزيان طوموبيل مزيان ولكن ما يهمني كحقوقي ماشي الطوموبيل ولا شكون ولا الثمن البيع كيهمني منين جات هاد الشركه كيفاش جات وشنو علاقتها بالريع واش فريمون عندنا قطاع خاص قابل يستثمر في قطاع ديال السيارات ويجيب الفلوس ويطور الانتاج او لا كاين ريع اللي ما باينش. وغادي نرجعوا شويه للتاريخ شهاد نيو موتورز فيها جوج ديال الشركاء
فيها بالخياط اللي عنده كاب انفيست اللي كان وزير سابق. لا 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 هذا بالخياط اخر محامي في فرنسا وجا دخل عنده شركه كاب انفيست، والشركه الثانيه هي ايلي انفيست اللي ديال اللي كان ديال المهدي بن سعيد ودابا مديرها في سميت مراته وولاده. ماشي هذا هو المشكل في لا كرياسيون. فاش تصاوبات الشركه ديال بالخياط راس مالها شحال؟ 100000 درهم. تبع معايا 10 المليون بالخياط. بالخياط بدا ب 10 المليون الشركه ديالو. الكارثه الكبيره هي الشركه ايلي انفيس ديال بن سعيد. بشحال بدات؟ بدات بمليون راس مالها 10000 درهم. 10000 درهم محامي. اذا من 10000 درهم هذا عنده 100000 داروا شركه اللي سميوها نيو موتورز. هذه ديال ايلي تقريبا 2012 2013 فاش دارت. نيو موتورز تكريات في 2018 راس مالها 2 مليون ديال الدرهم 200 مليون. دن بن سعيد داز من مليون لحق 200 مليون باش داروا راس المال ديال هذه الشركه المشتركه فيهم بجوج. ماشي هذا كاع، هذا الشيء كامل ساهل. المشكل ديال هاد الشركه ديال نيو موتورز اللي فيها بن سعيد اللي ما خصوش يكون فيها لانه وزير دار شراكه مع الدوله. دابا وزير دار شراكه، دار شراكه مع راسه. اييه. وفي هذه الشراكه شنو غيربحوا؟ في هذه الشراكه ديال نيو موتور شنو داروا؟ اول شيء الارض اللي خداو اللي داروا عليها لوزين بشحال كراوها؟ مليون للشهر. المليون هكا تعاون المتر. المليون لو شمن المتر الارض كامله المتر شحال فيها المساحه؟ تقريبا شي 2 هكتار كلك. مليون للشهر. اش قطرات مليون للشهر؟ ايوا مزيان الاستثمار الوطني. نشجعوا الاستثمار القطاع الخاص، نشجعوا باقي التشجيع جاي. هاد الشركه دخلت في شراكه مع الدوله دون لو كادر ديال لي 3 بي بارتناريا بيبليك بريفي، والدوله وعدتهم باللي غادي تجمع لهم اترافير لي بنك اترافير الدعم ديال الدوله. هي الاول في الاول عطاوهم 156 مليون درهم، مليار و560 مليون ديال السنتيم. دابا شوف بدا بمليون لحق المليار و560 على 3 سنين. الدوله قالت لهم خلال 3 سنين غادي يلحق الدعم ديال الدوله ولا هاد الشراكه غادي تلحق 50 مليون ديال اليورو، يعني 50 مليار ديال السنتيم. كيفاش تبدي تجيب مليون لحقتي 50 مليار؟ دابا ولات عندهم 50 مليار. هي الدعم الدعم الكلي اللي غيتقدم لهم من اجل انتاج هاد السيارات اللي غتبقى دير ما بين 17 مليون و 19 مليون، انا وياك مخلصين فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بالدعم ديال الحكومه 50 مليار سنتيم. كنتي فرحان؟ الشريع كي داير؟ ولكن عاد دابا شنو يقول لك؟ عاود تبان انت مسموم. علاش انا مسموم؟ بلاتي انا ما كندير طوموبيلات ما كنبيع حتى حاجه. انا غنمشي لولاد الشعب. هذا الشيء اللي قلنا علاش قلتك مسموم؟ باش نشرح لك. دابا بعض الناس اخرين اللي كذا، علاش تبان انت مسموم وكتقلب على الدعم؟ البلاد باغي تسوق كتصاوب الطوموبيلات في صراع مع الجيران، يجيبوا فلوس من عندهم. ودابا انت واخا نسولك سؤال بسيط في هذا الشيء. لا لا انا انت ماشي مسموم. انا نسولك سؤال بسيط، هذا عنده 2 مليون 200 مليون وهنا لحقنا 50 مليار، الا هاد الشركه دارت فايت شكون غيتحمل الخساره ما بين 50 مليار و 200 مليون؟ الجيران. شكون الجيران؟ الجزائر. الجزائر. شكون؟ لا 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 ما نعرفوش شكون. لا ما عارف انا ما عارف. تحملها انت وانا. لان حنا اللي كنخلصوا الضرائب. الضرائب ديالنا بلاص ما تمشي لولاد الشعب شوف فين كتمشي، وغادي ندير لك المقارنه مع ولاد الشعب. واخا هذا دابا بن سعيد كيتصرف عنده 50 مليار غادي يلحقوا من هنا 3 سنين يعني 2026 غيكون عندهم 50 مليار في الانفستيسمون كامل. بدا بمليون ولا عنده استثمار ديال 50 مليار. سي بن سعيد طبعا راه هو اللي دخل بالنص تماك، كيقول لي مراتي ولادي زعماك. استاذ بن سعيد اها نجيو عند ولاد الشعب. دابا هذا بوحدو ولاد الشعب. دابا هذه الحكومه باش وعدتنا بجوج ديال الاوراش كبار، كاين اوراش وكاين فرصه. بالنسبه للبيدجي او التمويل المالي ديال 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 اوراش، واخا باقيين دابا اوراش مفتوحه قالوا غادي نلحقوا 250 الف بوست دو ترافاي ولا 250 الف واحد اللي غيستافد. هاد 250 الف كامله شحال خصات لهم الدوله؟ خصات لهم 225 مليار سنتيم. تصور 250 الف ديال المواطنين المغاربه خصنا لهم 225 مليار وواحد عطينا 50 مليار. ولكن بن سعيد ياك عنده مغربي هو. ولا سي بن سعيد الفرصه كذلك باش تبان لك ذاك المليون ديال بن سعيد غنجيبها في واحد اللعيبه اخرى. فرصه الدوله كتهضر لك على بزاف الناس غادي يستافدوا وهذا، اش دارت معاهم الدوله؟ قالت لهم غادي نعطيكم 10 المليون فيه مليون
هو الدعم ديال الدوله المباشر، و9 مليون على شكل كريدي اللي غيخلصوه. كيفاش واحد جاب مليون لحق 50 مليار وانت الدعم اللي تقدم المواطن مسكين اللي غيبغي يدير فرصه يلاه مليون؟ دابا انت حميد اجي عندك قلت لك اعطيني مليون ومن هنا تلجات عندك 50 مليار، اش غادي دير؟ لا عندي واحد الجواب. راه هذا هو الريح، هادشي اللي خصني نشوف انا في الطوموبيل. انا ما عندي مشكله كون جا وقال لك طوموبيله مغربيه راس مال مغربي عندنا واحد 25 مليار غادي نحط والدوله غتعطيني 25 مليار باش نكونوا قد قد، ما عندي مشكله. ديك الساعه نقول هذا قطاع حر جاي جاي فلوسو كيستثمر. ولكن انت جيب مليون وتدي لي تقرضني في 50 مليار. زوينه تقرضني شحال هذه ما سمعناها. راه ما عندها ثمن. وعاد انك انت في الدوله والدوله غدعم القطاع الخاص وانت فاعل في القطاع الخاص يعني فاش غيتصدر هذا المشروع غادي يتصدرح والمجلس الحكومي وجالس واش بن سعيد يقول لهم لا ما تعطيهمش الفلوس راه ما يمكنش راه انا هادشي اللي كيهمني في الطوموبيل هما 17 مليون 19 مليون هذه هضره خاويه انا اللي كيهمني هو هذا كيفاش واحد من مليون بالريع هذا ريع ما كاينش حاجه اخرى من غير الريع وصل انه غادي يتحكم من دابا 3 سنين في 50 مليار بقى في الحكومه ما بقاش ماشي مشكل ولكن حنا كبلاد نربحوا اش غادي تربح راه من الفلوس خرجت هذه انا غادي نربح كون جاب فلوس الطوموبيلات لا كون جاب ثانيا سوق المنافسه واش غتقدر على المنافسه واش غتقدر على داسيا غتقدر على بزاف ديال الحوايج واش غتقدر ولا لا ممكن وتقدر ما تقدرش اذا شنو هو الاستثمار هذا الاستثمار اللي فيه زيرو ريسك ما فيهش الخساره كاع لان جايب شويه وغادي بزاف هذا طبعا هادشي اللي كاين وماشي غير في هذا لو دومين في دي دومين اخرين عاوتاني مثلا نهار كان داك الشيء ديال الفاكسان كان عاوتاني في شكل كان حاضر رئيس الدوله وتقدمت ليه ديك الشركه اللي غادي دير وزين ديال لي فاكسان في بن سليمان سانسيو فارماتيك جا وقال لك حنا غندير واحد لوزين في بن سليمان غيبقى يصنع لي فاكسان وغادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو شنو ضيعوا علينا دابا كنهضر انا كمغربي شنو ضيعوا علينا هذاك لوزين اول حاجه اللي ضيعنا هذيك الساعه كانت لويماس فتحات الباب انها غادي دير 6 ديال لوزينات ديال لي فاكسان في افريقيا حنا جاو المغرب قال لهم لا حنا غنديروا زين ديالنا واش فين مشاو هاد لوزينات دابا بستة واحد في الجزائر واحد في تونس واحد في مصر واحد في جنوب افريقيا واحد في كينيا واحد في نيجيريا وحنا تقسينا علاش باش هما يديو الفلوس بلاش لان الويمات غتحط فلوس غتراقبك غتبع معاك كلشي المشكل ماشي هنا المشكل باقي جاي هاد سينيوس فارماتيك ديال المشهور داك اللي كان تيجي كيبيع لي فاكسان داك هذا بدلات دابا شنو داروا من ديك الساعه بقاو حاصلين كي غادي نديروا في الاخر شنو داروا دخلوا لانسيتي باستور ماروك لي بي ام ماروك باش يدخلوها شنو داروا ردوها سوسيتي انونيم بمعنى كيوجدوها للخصاصه يعني لانسيتي باستور فاز الشركه يعني غيتباع يعني هاد لانسيتي باستور للمغرب من 1908 بدا كينتج لي فاكسان كنا كنصاوبوا الفاكسان ديال السيروم ديال العقارب كان تيتصاوب شديناه رديناه شركه باش ندخلوه في هاد بيو ماروك لان هو اللي عنده لو سافوار فير هو اللي عنده كلشي الفيرما بوحدها ديال لانسيتي باستور اللي دخلت دابا المجال الحضاري كيقدر الثمن ديالها بالملايير ديال الدرهم اللي غادي يتباع الوزين ديال بن سليمان باقي ما وجدش على الهضره دابا راه بدلوا ليه السميه ولا ماروك ولا ماروك بيو تكنولوجي شي حاجه بحال هكا وخدامين تيدوروا مع العلم ان الفلوس ديال المغرب لان اللي كانوا فيهم متاجر البنكات كان البنك الشعبي والتجاري وفا بنك والبي ام سي هما اللي غادي يمولوه هما اللي غادي يديروا هذاك مشهور مول ديك الشركه رجع اللور في حين ان المشروع كان تعرض على رئيس الدوله وغادي نديروا الفاكسان وغادي نصنعوا وغادي نعمروا وغادي نديروا حتى حاجه ما كملتش اللي كاين عينه في لانسيتي باستور غيتم التفويض ديالها وغادي يضيعوا واحد الارث المغربي هذاك الشيء اللي وقع الباستور ولا اللي غادي يوقع الباستور هو فحال هادشي ديال الطوموبيل